بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. يتناول أمرا عظيما وهو أمر من أمور العقيدة، وقد ظل فيه كثير من الناس لا يحصى عددهم، وتجدون هذا الأمر منبث في كتب التفسير وكتب العقائد، حتى الشباب الذين يقرؤون يكونون على بينة مما يقرؤون، لأن الأمر خطير جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا على نهج قويم في تفسير القرآن الكريم وفي تفسير الآيات التي تتناول صفات الله تبارك وتعالى. ولكن بعد أن انقضت السنون المباركة أو القرون المباركة التي برأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيغ والزلل والبدع، وهي ثلاث قرون، لما مرت هذه القرون المفضلة أتت شائبة من الشوائب والعياذ بالله ودخلت في الإسلام، فأتت بكل ما هب ودب، ففسرت الإسلام بالأهواء وفسرت العقائد بالأهواء، فدخلت علينا مصائب لا يعلمها إلا الله. لذلك الآية هذه تناولت هذا الشيء هذا حتى نفسرها لكم على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة الكرام، ثم نحذركم بما فسرها به المتأخرون الذين قد ظلوا في تفسير العقيدة. يقول الله تبارك وتعالى: كلا. كلمة كلا تكلمنا عليها وتفيد في اللغة العربية وتفيد الردع والزجر، يعني واحد تريد أن ترده يعني بقوة، وإن تريد أن تنفي قوله بقوة تقول له كلا، يعني أكثر مما تقول له لا، فهمنا؟ كذلك تطلق ويراد بها حقا، تطلق هذه الكلمة ويراد بها حقا، واحد يقول لك كلام تقول له كلا يعني حق صحيح. كذلك هنا في البداية قال كلا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا صح، هنا يطلق ويراد بها النفي التام والزجر. أما هنا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يراد بها حقا، يعني حقا إذا وصل وعد الله تبارك وتعالى واندكت الأرض كلها، يعني علامة عن قيام الساعة، لما تندك الأرض كلها هذه قيام الساعة، خلاص ما يبقى للأرض أثر ولا للسماء أثر، هنالك تندثر الدنيا هذه، والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إذن يقول ربي سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني أنتم لا تفضلون أو لا تؤمنون أو لا تنساقون مع الدلائل الواضحة مع الدلائل البينة، وإنما تريدون أن تأتي القيامة وأنتم على كفركم. لذلك قال ربي: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. لما تندك الأرض كلها تنعدم بما فيها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض هذه تتبدل والسماء تتبدل، أرض الله تبارك وتعالى يأتي بأرض لم يعصى عليها الجبار قط. لماذا؟ لأن هذه الأرض تلوثت بالمعاصي، فهمنا؟ توسخت بالمعاصي وتلوثت بالمعاصي، الله تبارك وتعالى لما يقيم المخلوقات يجيبهم فوق واحد الأرض، الله تبارك وتعالى لم يعصى عليها أبدا، أرض نظيفة يبدلها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتبدل الأرض غير الأرض هذه وغير السماء هذه، الله تبارك وتعالى يأتي بأرض لم يعصى عليها، وإنما الأرض هذه قد عصي عليها الله تبارك وتعالى كثير. لذلك الله تبارك وتعالى يبيدها ويبيد من عليها،
يكسرها كامل والغاشي اللي فوقها ويخرب العالم كله، ثم يقيم أرض جديدة، ثم يقوم الناس من قبورهم فيحاسبون على هذه الأرض الجديدة. يعني واشنو؟ يعني كل شيء ربي خلقه جديد، همنا كل شيء يصبح جديد، النوض احنا من القبور جدد، الأرض جديدة، السماء جديدة، كل شيء تقديم كل شيء يروح، لأن كل حاجة لها أثر بالقديم وأثر بالمعاصي السابقة، الله تبارك وتعالى ينحيها. بنص القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لما يبدل الأرض ويبدل السماء يخرجوا ويبرزوا ربي سبحانه ويخرجهم من القبور على هذه الأرض اللي هي أرض طاهرة وسماء كذلك طاهر، ما مشوا فوق لا سيارة لا 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 طائرات ولا هذه المصايب اللي تمشي في الكون، أرض نقية وسماء نقي. هذه اللي خيرش فيها الله تبارك وتعالى المخلوقات للحساب. تندق الأرض كلها تروح والسماء كلها تروح، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بأرض جديدة وبسماء جديدة وبأناس الذين هم نحن كذلك يطلعون في كل شيء جديد. يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، نقف عند جاء ربك. هذه يا إخواني الكرام للشباب الذين يقرؤون يذهبون لكي يقرأوا تفسير الكشاف للزمخشري أو تفسير أبي حيان التوحيدي أو تفسير الرازي، كلهم يدخلون في تمحلات الشرع قد أغناهم عنها، فهمنا؟ يدخلوا في تأويلات وتمحلات ويحملون النصوص على غير محملها، بينما الشرع قد أغناهم من ذلك كله. لذلك الأوائل رحمهم الله لما كانوا يسمعوا كلمة جاء ربك، خلاص جاء الله، يجي ربي كيفاش يجي؟ ما نحاولش نفهمه، فهمنا؟ بينما المتأخرين ما دخلت لهمش في راسهم، قال لك جاء، إذا جاء يقتضي على أنه داخل في الحوادث، كما احنا نجو نجو على كرعينا نجو نمشو، إذا ربي سبحانه إذا جاء إذا عنده رجليه عنده كذا، لا قال حبس بطلنا من هذه الآية هذه، يلا هذه نأولوها، يعني ندخل لها مضاف والمضاف هذاك حذف، يعني نقول وجاء أمر ربك، نحو أمر ويبقى جاء ربك، فمنع. إذا القضية قالوا فيها حذف مضاف، فيها أشياء كانت للداخل وربي حذفها، ألا وهي وجاء أمر ربك، فهمنا؟ يعني معناتها جاء أمر ربك، ولكن هذا تفسير باطل، تفسير لا معنى له. لذلك الشباب الذين يقرؤون أنا أنصحهم لا يقرؤون كل من هب ودب، بالأخص كتب العقائد وكتب التفسير الذين تتناول التي تتناول الأمور العقدية، لأن فيها مصائب لا يعلمها إلا الله. لأن لماذا يا إخواني الكرام؟ واحد يقول ليش الشيخ هذا الشيء دخل هذا؟ هذا الشيء أنا بحثته بنفسي ولا أزكي نفسي عليكم. يرجع إلى متى؟ يرجع إلى قرون طويلة بعد القرون المفضلة الثلاثة، القرن الرابع الهجري فما فوق، المسلمون احتكوا بالرومان وغيرهم من الملل والنحل، فأتوا بكتبهم فترجموها إلى اللغة العربية، وكانت أكبر ترجمة وأوسع ترجمة في التاريخ هي في عهد المعتصم بن هارون الرشيد، جاب كتب تاع اليونان وكتب تاع الهند وكتب تاع الرومان، ثم أوقف عليها علماء وقال لهم يلا ترجموا هذه الكتب، فترجموا الكتب هذه على علاتها كلها، كتب تتناول العقائد، كتب تتناول الإلهيات، كتب تتناول الفلك، تتناول الفيزياء والكيمياء، تتناول الرياضيات الحساب وغيرها. ولكن يا إخواني الكرام الشيء اللي بحثته وأنا ولقيته، وأقول لكم صدقوني والله الذي لا إله إلا هو على مبلغ علمي أنني لم أجده في كتاب، وإنما أنا فسرته وحدي، أنهم لما فسروا الكتب هذه ترجموها، الترجمة هذه أنا قسمتها إلى قسمين ودرت فيها بحث الحمد لله، إن شاء الله نعصره ونخرجوه في كتاب صغير. الترجمة هذه تنقسم إلى قسمين: ترجمة نافعة وترجمة ضارة. هذا من عندي. ما هي النافعة وما هي الضارة؟
لأنهم ترجموا كتب كثيرة. الكتب التي تتناول الأمر الطبيعي اللي هي الطبيعيات اللي يسموها الفلاسفة يسموها فيزياء، والأخرى ميتافيزيقيا اللي هي الإلهيات الأمور الغيبية. الأشياء الطبيعية نجحوا فيها المسلمين، علاش؟ لأنهم حلوا لهم دماغهم باش يبحثوا في الأرض، فهمنا كيف؟ باش يبحث في الجبال، يبحث في الفلك، يبحث في الأرض، يبحث في البحار، فهمنا كيف؟ يعني ترجموها ونجحوا فيها، فنجحوا إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأن اليونان كتبوا كتب ثم أغلقوها وتركوها في الخزائن، لما جاءوا المسلمون وترجموها يعني زادوا عليها زيادة عظيمة، فنجحوا نجاحا طويلا وتوسعوا توسعة عظيمة في الأمور الطبيعية، باش تفهموا، يعني في الجبال، في البحار، في الفلك، في الأمور، في المعادن، في الأمور، في الحساب وغيرها، نجحوا نجاح باهر، لأن زادوا على اليونان وعلى الهنود وعلى الرومان، وزادوا وتفتحوا تفتحا كبيرا. بينما الأمور التي تتناول الإلهيات، شباب الذين يقرؤون، يعني في الميتافيزيقا، أشياء اللي فوق الطبيعة لا يعلمها إلا الله، هذه ثاني ترجموها. لما ترجموها هذيك منها جراو قفزوا، وهذه ولا والله واحد يقول علاه، لأن سمعوا يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى ورسوله والملائكة والنبيين وما أعد الله تبارك وتعالى لنا في الآخرة من حشر ونشر وميعاد وجنة ونار، هذه خذوها يا إخواني الكرام من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة الصريحة الصحيحة، فلا نأخذها من كتاب كائنا من كان ولا عن ملة كائنا ما كانت. المسلمون لما كان عندهم النور واضح خلاوه وراحوا يبحثوا في كتب اليونان ماذا تقول عن الآلهة. كتب اليونان عندها تعدد الآلهة، إله الجمال، إله الرزق، إله الحب، إله الخير، إله الشر، آلهة لا يعلمها إلا الله، لأنهم وثنيون ويقولون بتعدد الآلهة، كل حاجة عندها إله، المطر عنده إله، والجذب عنده إله، والجمال عنده إله، والشر عنده إله، والخير عنده إله، هذا كله كذب وافتراء، بينما نحن بالدين الإسلامي ليس لنا إلا إله واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن المسلمون لما ترجموا الكتب بتاع العقيدة كذلك من عند اليونان وكذلك من عند قدماء الهنود ومن عند الرومان الوثنيين، نقلوا الوثنية تحم جابوها للإسلام، بينما الإسلام غني لما جابوها كذلك أنبغوا النصوص القرآن ونصوص السنة وأدخلوها في هذا المصائب نتاعهم، وصبحت مصيبة من ذاك الوقت حتى لهذا الوقت هذا، ونحن في مصيبة كبيرة. من أين أتتنا هذه المصيبة؟ أتتنا من ترجمة الكتب الكافرة إلى الإسلام، ما هوش الترجمة الطبيعية. لو كان ترجمنا باش نبحثوا في الجبال ولا نبحثوا في البحار ولا نبحثوا في السماء ولا نبحثوا في الأمور تاع اللي يعني توكلنا الخبز، فهمنا كيف؟ هذه نجحوا فيها الأولين، ولكن الأشياء اللي تتعلق بربي ما ننجموش نردوها مكتوب واحد أخرى. قرآن جانا واضح صريح، كيف خلوا القرآن ويتبعوا كلام واحد آخر مهما كان؟ ورد في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ العبرية، كان يعرف يقرأ لغة اليهود، مسك ذات يوم صحيفة وهو يقرأ فيها، مسك صحيفة تاع اليهود وجلس يقرأ فيها، جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ في صحيفة عبرية، واش قال له؟ كما نقول احنا ما عليش اقرأ. قال له ما هذا يا عمر؟ أفي شك أنت منها يا عمر؟ راك شك في القرآن تاعك باش روح تدي العلم من عند بني إسرائيل؟ والله يسمعوا، قال له والله لو أن موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. قال له ماشي هذو هذ اليهود اللي راهم الآن؟ قال له هذو ضالين معروفين. قال له لو كان موسى راح حي، قال له والله ما يقبل منه ربي سبحانه غير إلا تبعني، فهمنا؟ قالوا ولكن الكذابين هذو بنو إسرائيل اللي يقول لك أن موسى أوصى إلينا ولا موسى أمرنا ولا موسى نهانا كذابين. لماذا لما موسى أمركم ولما موسى قال لكم وأعطاكم يعني مواعيد إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، لماذا لم تؤمنوا به؟ إذن يكذبون ويدعون على أنهم أتباع موسى، وهم أبعد الناس عن موسى عليه السلام، لأن موسى جاء لكي يقول الحق، بينما هم
جلسوا لكي يكذبون على الحق ولكي يطمسوا الحق ولا يصدقونه. يقولوا أفي شك منها أنت يا عمر؟ أنت راك شك في دينك ولا شك في أن في القرآن تاعك ما هوش مليح حتى راح تمسك الصحيفة تاع بني إسرائيل وتقراها؟ قالوا لو أن موسى عليه السلام حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. قالوا لو أن موسى قدر له راح حي الآن يعني ربي ما يقبلش معه حتى يدخل في ديني ويتبعني ولمن أتباعي ويصلي من ورائي باش ربي سبحانه يقبل منه. وإلا هذا اليهود قالوا ما تتبعهمش ولا تقرأ كتبهم ولا تعاشرهم ولا تبحث عنهم ولا تسأل عنهم لأنهم ضالون. إذن يا إخواني الكرام هكذاك نحن ما دام عندنا النور المبين وعندنا الحق الذي لا يلتبس بالباطل ألا وهو القرآن ألا وهو السنة المطهرة الصحيحة فلماذا نبحث عن كتب أخرى؟ وأقول وأكرر ما هوش الكتب الطبيعية. الكتب الطبيعية قرأ ما شئت، كتب تاع الحساب تاع الفيزياء تاع الكيمياء تاع الفلك انت علم البحار علم الفضاء علم الجيولوجيا ابحث جيب الكتب منين بغيت لان أمور هذه الأمور هذه ما تضيعكش كي تقراها يعني تلحق باش تقرا باش تفهم باش تولي تبحث في الارض مليح. بينما الكتب التي تتناول مبحث عن الله وعن رسوله وعن الكائنات الغيبيه وعن الجنه والنار هذه ما نقرا حتى كتاب الا القران والسنه الصحيحه او الكتب كذلك التي فسرت القران والسنه تفسيرا صحيحا. لماذا؟ لان هنا حق وهناك باطل. اذا لقيت الحق في القران والباطل فيما عدا القران، ما عدا القرآن فهو باطل. الإنسان ما يستطيعش يهتدي إلى الحق يقول لك أنا ما نقرأ القرآن ما نقرأ السنة ونعرف الحق ونتبع الحق يكذب. فمن كيف؟ وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما جاء الله تبارك وتعالى لم يرسل له القرآن ولم يفسره الناس، لأن الناس يستطيعون أن يهتدوا بدون قرآن ويهتدوا بدون رسل. ولكن هذا افتراء وكذب. لا بد للناس من قرآن يقرؤونه ولا بد من رسول عليه الصلاة والسلام لكي يبين للناس ما نزل إليهم. إذن يا إخواني الكرام نرجع لهذه الآية، هذه قول ربي سبحانه وجاء ربك. قلت لكم الكتب الأخرى ينكر الصفات تاع ربي سبحانه، الذات مثبتين الذات على أن الله تبارك وتعالى موجود يعترفون بها ولكن الصفات ينكروها. ربي سبحانه يقول ننزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل يوم. ربي ينزل كل يوم السماء الدنيا في الحديث الصحيح. فيقول وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام هذا والحديث صحيح. والذهبي رحمه الله كتب كتاب العلو، كتب كتاب سماه العلو يعني الناس يعني نكرت هذا الشيء هذا وكتب فيها كتاب. وما واش يقولوا الناس هذا ومنا مسلمين كما احنا ولكنهم ضلوا. فمن كيف يقول لك يعني ينزل يعني تنزل رحمة الله على عباده. ليش الله تبارك وتعالى ينزل؟ هل انت تعرف ربي اكثر ما هو يعرف نفسه؟ هل أنت تعرف ربي أكثر مما يعرفه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يا إخواني الكرام الصفات هذه لما تمر علينا في القرآن باللي ربي سبحانه يقول وجاء ربك، يقول بل يداه مبسوطتان، اليدين تاعو واسعين. ما يلينا الكفرة واش قالوا؟ اليهود واش قالوا؟ وقالوا يد الله مغلولة. فهمنا؟ اليهود قالوا يد ربي شيحة ما يعطيناش الخير بزاف، فهمنا ما ينزلش علينا مطر ما يعطيناش كذا. واش قال ربي عليهم؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. واحد هما واش يقول؟ يقول لك الرحمة تاعو مبسوطة. يا أخي الرحمة تاعو راه في جهة أخرى موجودة. قال لك أنا يديه مبسوطين، قول يديه مبسوطين كيفاش؟ ما ناش عارفين. فهمنا؟ لذلك العلماء الأوائل واش قالوا؟ قالوا أمروها كما جاءت. الصفات هذه لما تمر عليك في القرآن يعني جوزها كما قريتها، ما تحبش تتفلسف فيها لأن ما تستطيعش تهتدي لها بعقلك. وإذا بغيت تبحث فيها بعقلك تضيع، وإذا بحثت الكتب غير الكتب اللي هي في العقيدة صحيحة تضيعك وتبقى تدور في مكان مفرغ
نهتدي ولا نستخدم حاجة واحدة أخرى. لذلك القرون الأولى كانوا أنجح وأقرب وأسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتنطعون في هذه المسائل. وضربت لكم أنا مثال يعني من أعظم الأمثلة في الدلالة على أن الصحابة كانوا على أدب وفير وعلى علم راسخ بالعقيدة. بهذاك الصحابي الجليل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لي ضيف قال يا رسول الله ضيفني، قال له ما عنديش، راح ارسل للنساء تاوعوا باش تقولوا احنا ما ناش ملاح رانا ملاح، ارسل للنساء تاوعوا كاش ما عندكم ماكله نضيف هذا الراجل هذا، ارسلوا 9 نساء ارسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا والو، ما عندناش باش نضيفوا الراجل، لا ماكلتنا ولا ماكل، فهمنا ولا ما فهمناش؟ قال لك احنا ما ناش ملاح، صح رانا ما ناش ملاح، من ناحيه الدين والله ما انا ملاح لان ما عندنا دين، رانا ناقصين في الدين تاعنا بزاف. اما ماكله رانا نلخر فينا عنده ماكله عام نلخر. المهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه شكون يضيف الراجل هذا؟ قال واحد من الصحابه انا يا رسول الله. الداعي يضيف واش عنده هذا؟ عنده اكل وشراب والميدات ومنشا، ما عنده والو، عنده ماكلته وماكله الذراري وماكله المراه. واش قال المراه تاعو هذا الصحابي الجليل؟ قال لها فإذا وصل العشاء الماكلة علل الأولاد حتى يناموا. قال لها كي تلحق الماكلة كل خيل الدراري حتى ينعسوا، كانوا الدراري تاعهم ماشي كي الدراري تاعنا، قال حتى ناكلها باش ننعس، فهمنا؟ قال لها علل الأولاد حتى يناموا، فإذا ناموا فأحضر العشاء، ثم إذا أتيت أنا والضيف فاعمدي إلى السراج كأنك تصلحينه ثم اطفيه وخليني أنا والضيف. نهضت المرأة كما قال المرأة الصالحة كما قال له الرجل الصالح، نهضت الأولاد الآن يطيب الآن يطيب، الصبر شوية نعس وناموا الأولاد. جاء الضيف حطت العشاء، نهضت للسراج اللي هو المصباح انت عرفتينا نهضت تصلح فيه طفيته كما قال لها رجل قال طفيه باش يبقوا في الظلمة هو وصاحبه. يدخل هو يده على اساس راه ياكل ويرفض يده بلا ماكله، والضيف ياكل لان الاكله هو الضيف يكملها، الضيف ما يشبعش. وهذا ماشي حجه يقاتلها جده ولا راه بالحديث الصحيح، لاننا كثيرين من الناس يبداو يقزروا على ان راني الحاجي، بطلنا قلنا لكم الحاجيات من زمان، رانا في المعقول الان. المهم هو يجعل يده في الاناء كانه ياكل، وتختلف يده مع يد الضيف كأنه يأكل، يدخل يده في الماعون والرجل الثاني يدخل يده تتلقى يده ويقول صاحبي راه يأكل، هو يرفض يده فارغة ما يأكلش حتى اشبع الضيف. اشبع الصباح لما أذن الفجر ناض هو وياه راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا ضيفك راه بات عندي وكلته بالشي اللي كتب ربي ونعسته هذا هو. واش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالشي اللي حدث. ربي الله تبارك وتعالى المطلع على الغيب علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له شوف فلان هذا واش دار. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ان الله، والصحابه موجودين، قال له ان الله قد ضحك من فعلك انت وزوجتك البارحه. سمعته؟ قال له ربي راه ضحك من خدمه تاعك انت ومرتك البارح. واحد يقول لربي يضحك هذا كيف يضحك؟ إذن ما تخلطت لنا كامل كما نقولوا حنايا، فهمنا؟ واحد الصحابي جالس باش تشوفوا الصحابه لما كانت قلوبهم منقية الراس قال ضحك سكت وضحك وخلاص كيف ضحك ما ناش عارف. كان واحد من الصحابه جالس باش تشوفوا الناس كيفاش كانت قلوبهم منقية لان لم تشبها شائبه من عقائد دخيله من كيف كلها عقائد من القران ومن السنه. انطق واحد من الصحابه جالس واش قالوا؟ قالوا يا رسول الله أوى يضحك ربنا؟ اسمع قالوا علاش ربنا يضحك؟ واش قالوا الرسول؟ قالوا اسكت ولا روح. قالوا نعم، قالوا نعم ربنا يضحك. واش قال الصحابي هذا؟ ما قالش كما قال المتاخرين الذين ترجموا كتب اليونان اذا يضحك اذا يتصف بصفات البشر، وما لم يتصف بصفات البشر انه ناقص وكذا، وبداوا يعلوا لذلك قالوا نرفض الكلام هذا، وان الضحك يعني معناتها الرضا، معناتها لما يضحك يعني راه راضي وهذا، وبداوا يأولوا وبداوا يتمحلوا اشياء لم يطالبوا بها شرعا. واش قال الصحابي هذا؟ شوفوا كيفاش حمل هذا الرجل المربع تربية دينية محمدية، قرأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ حتى في كتاب،
قالوا أوا يضحك ربنا يا رسول الله؟ ربنا يضحك؟ قالوا نعم. شوفوا كيفاش بالسرعة. قالوا إذن لا نعدم خير من رب يضحك قط. الله أكبر. واش قالوا؟ قالوا كما تقولوا انتم بالعامية، ما دام ربنا يضحك خالص ماناش خايفين. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لان انت واحد يقول لك يا ودي روح فلان والله غير حاجتك مقضيه، منين تروح تلقى غير يضحك مبتسم كل يوم يضحك، حاجتك راهي مقضيه غير روح ليه. واحد يقول لك لا فلان ما تروح ليه ولا تهضر معاه، كل يوم وجهه مكشر، عنده مكشر ما عندوش مكشر، كل يوم قطب والعياذ بالله، كل يوم مريض، عنده ولا ما عندوش، ما تروحش ليه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ وفلان يقول لك غير روح ليه، لا ما عندكش غير يضحك في وجهك تعقلي تصلحك. اذا قالوا ما دام ربنا يضحك ماناش خايفين. فهمنا؟ شوف الصحابة كيفاش يفسروا، وشوف المتأخرين كيفاش يفسروا. يقول لك يضحك يعني الآن يتصف بصفة البشر، لأن البشر يضحكوا. إذن هذا الصفة تاع الضحك النحوة كامل، ونقولوا باللي يعني يضحكوا يعني يرحم، يضحك يعني يرضى. من قال لك؟ أو في أخرى قال لك يرحم ويرضى، وهذه قال يضحك ماشي شغلة. نقولوا واش نقولوا احنا؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم واش كانوا يقولوا، وباءوا الذين من بعدهم كانوا يقولون يضحك، ولكن الكيفية لا نعلمها. كيفاش ما نشعرفين؟ لأن عقولنا هذه الدنيا هذه ما نشعرفين واش راه فيها. فمن كيف تحتنا هنا بلك راي خزائن تاع ذهب وبترول وما نشعرفينها ورانا جالسين فوقها، فما بالك بصفة الله تبارك وتعالى وصفة رب العالمين مالك الملك؟ واحد يحيط بها بعقله الضعيف ما نجموش نحيطوا بها. لذلك باش نسلموا من الأشياء هذه وتكون ديننا قوي وعقيدتنا صحيحة، نمروها كما جاءت. كما جاءت الصفة هذه نجوزوها بلا ما نتمحلوا فيها. قال ربي سبحانه وجاء ربك، نقول ربنا يجي يوم القيامة لفصل القضاء. وجاء ربك يعني جاء باش يفصل القضاء بين الناس. فمن كيف جاء ليحاسبهم؟ كيف جاء؟ لا نقول كيف، وإنما نقول يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. فهمنا؟ يجي، ولكن كيفاش يجي ما نشعر فيه. احنا رانا نقول الآن احنا فينا المخلوقات، يلا أنا أعطيكم مثال غير في المخلوقات. إذا قلنا المخلوقات هذه نعطولها صفة المجيء، تلقاها كل واحدة كيفاش تجي. فهمنا؟ نقول جاء الإنسان، بنادم هاو جاء ياب باش جاء بزوج كراهي، صح ولا لا؟ جاء الفيل، وإذا جاء الفيل بشحال جاء؟ بربعة. جاء الثعبان باش جاء بلا كرعي ولا لا؟ ولا عنده كرعي؟ جاء الثعبان جاء بلا كرعي. جاء السحاب، كيفاش جاء السحاب؟ ما نشعر. جاء المطر، هاو نزول فوقنا المطر. إذن نحن في الأشياء المخلوقات هذه المجيء تاعها يختلف، ماهوش موحد ولا موحد؟ ماهوش موحد. بنادم يجي، السباع يجي، الثعبان يجي، المطر يجي، السحاب يجي، الريح يجي، ولكن كلها لها مجيء يختلف عن الأخرى. فما بالك بمجيء الله؟ هل يدخل فيها؟ لا. مجيء الله تبارك وتعالى من باب أولى يختلف عن المخلوقات كلها. إذا كانت المخلوقات الضعيفة المفتقرة إلى الله تبارك وتعالى مجيئها يختلف باختلاف الواحدة عن الأخرى، فما بالك برب المخلوقات كلها؟ هل يستوي مجيئه مع مجيء هذه المخلوقات؟ حاشا، لأن المخلوقات نفسها وهي مفتقرة مربوبة إلى الله تبارك وتعالى، فمجيئها يختلف من واحدة إلى الأخرى. فما بالك برب العالمين؟ يقول لك المجيء تاعو كما نجحنا يا حاشا لله. إذن قال لك ما دام يعني المجيء تاعو فيه نوع من الحوادث والحوادث قد تلبست به، إذن نحن نلغي المجيء هذا ونقول يعني يجيء أمر الله، يعني أمر ربي راه جاي. وأمر ربي لما يجي يلا نتبعوكم شوية في الجدل تاعكم في الكذب تاعكم. ما جاء ربي لما يجي أمر الله، وجاء أمر ربي كما رام يقولوا وكذب. أمر ربي لما يجي كيف يجوا الملائكة معه صفا صفا؟ الأمر اسمعوا مليح، الأمر أمرا معنويا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الأمر اسمعوا مليح، الأمر أمرا معنويا. فهمنا ولا ما فهمناش؟ شيء معنوي ماهوش باين. كيفاش تجي الملائكة؟
عظيم جدا، ولأن قدسية الله تبارك وتعالى عظيمة فناسبها في هذا الأمر العظيم وفي هذا اليوم العظيم أن تأتي الملائكة في أعظم فوجها وفي أعظم أبدها لكي تشيع الله تبارك وتعالى وتأتي معه في موكب عظيم لا يعلم عظمته إلا الله. لذلك نحن نقول الله تبارك وتعالى يجي يأتي يوم القيامة، ولكن المجيء تاعه مجيئا يليق بجلاله وعظمته، كيف لا نعلم كيف، ولم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها أحد من الصحابة، وإنما الأوائل اللي هما الصحابة الكرام وغيرهم قالوا أمروها كما جاءت، كما جاءت جوزوها ما تتفلسفوش فيها وما تبحثوش فيها لأن عقولنا ما تنجمش تستوعبها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح أيها الناس إنكم سترون ربكم هل تضامون أو هل تضارون في رؤية الهلال يوم البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك سترون ربكم. فهمنا؟ قال لهم واش رايكم يا ناس، تشوفوا ربكم يوم القيامه ولا ما تشوفوش؟ لان الناس هذو اللي قلت لكم راهم يأولوا الصفات ينكروا رؤيه الله، يقول لك لا، اذا رايناه وجب ان يكون في جهه، واذا كان في جهه فهو داخل في الحوادث. هذه كلها فلسفه تاع اليونان نحن بعيدين عنها. اللي اراد ان يسلم في عقيدته يبتعد عن عقائد هذه ويلتزم بعقائد السلف الصالح الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان والتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي العقيدة التي تنجيك أمام الله. أما العقائد الداخلة على الإسلام وزيد بزيادة كما قلت لكم بعد ما راحت القرون المفضلة الثلاثة جاتنا العقائد الفاسدة. فمن كيف بعد أن ترجموا الكتب اليونانية في الإلهيات ودخلت المصائب هذه علينا من طرف اليونان ومن طرف الهندوس ومن طرف الرومان. فهمنا؟ إذن العقيدة الصحيحة التي تنجينا يوم القيامة عند الله هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة الصحابة الكرام، هي عقيدة الأئمة الأربعة، هي عقيدة شيخ الإسلام بن تيمية، عقيدة التابعين كلهم، وهكذا الذين تفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فوض هذا الشيء ربي الله تبارك وتعالى يقول ينزل، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الرحمن على العرش استوى، ربي سبحانه استوى على العرش تاعه. فهمنا؟ العرش معروف، العرش هو الكرسي الكبير الذي يجلس عليه مثلا الملك أو الرئيس أو كل واحد، ولكن لله تبارك وتعالى عرش، كيف هو لا نعلمه ولا ندري كيفيته. فهمنا كيف؟ بينما ربي سبحانه استوى على عرشه، استوى كيف استوى لا ندري. بينما لما تجي هؤلاء الناس وتقول لهم الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى بمعنى استولى. فهمنا؟ وجابوا بيت شعر مكذوب حتى العلماء نفسهم بحثوا فيه وما عرفوش شكون قالوا البيت هذا. واش يقول البيت هذا؟ يقول لك استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. فهمنا؟ يعني استوى بشر، يعني استولى بشر على العراق. واحد كان بكري وسماه بشر، استوى على العراق يعني استولى على العراق. فهمنا كيف؟ من غير سيف ولا دم مهراق، بلا سيف بلا دم دا العراق. فهمنا كيف؟ هذا كذب، هذا البيت هذا المكذوب تجيبوني تقيسوني على الرحمن وعلى العرش استوى. لما نقيس لما نفسروا كلمة تتبعوني مليح، لما نفسروا كلمة استوى بمعنى استولى وننسبوها لربي، سمعت واسمعوا مليح، لما نفسروا كلمة استوى الرحمن وعلى العرش استوى وردت في القرآن يعني مرات عديدة، لما نفسروها بكلمة استولى وقولوا استوى بمعنى استولى يعني استولى على العرش على الدنيا كلها، راه هو المهيمن عليها، ما في شك الله تبارك وتعالى هو المهيمن على الدنيا كلها لأنه هو الذي خلقها. ولكن إذا جئنا للرحمن على العرش استوى وقلنا استولى كما رأي يقول الناس هذا، تعال نجادلهم في المسألة هذه. أنت متى تستولي على شيء؟ أنت أيها الرجل أيها الإنسان كيف تستولي على شيء؟ فهمنا؟
تستولي على شيء إذا كان خارجا عن قدرتك ثم استوليت عليه مرة ثانية وأدخلته في حوزتك، فنقول عنك قد استوليت على رزقك. فهمنا كيف؟ هكذا يعني انت يا ابن ادم كيف تستولي على الحاجة؟ تكون حاجة خارجة من يدك ثم تستولي عليها وتردها إليك، هذا هو الاستيلاء والاستولاء. فهمنا كيف؟ طيب الله تبارك وتعالى ما تقولوا عليه باللي الرحمن على العرش استوى، يعني استولى على العرش تاعه. هنا تنسبون إلى الله تبارك وتعالى العجز والضعف إلى الله تبارك وتعالى. علاش تنسبون ربي العجز وتنسبون له الضعف؟ علاه؟ لأن ربي سبحانه على حساب ما راكم تفسروا باللي واحد النهار العرش تاعه هرب منه وداه أهله، وجا واحد النهار واستولى عليه ورجعه، صح ولا ماشي صح؟ لأن الاستيلاء هي الرجعة. هل ربي سبحانه العرش تاعه كان خارج على نطاقه ثم استولى عليه مرة ثانية؟ لا، اللي يقول هكذا فقد نسب إلى الله تعالى العجز والضعف والفقر، لأن في يوم ما استولوا العرش من الله ويعني اغتصبوه منه ثم استرجعه مرة ثانية، فالله قد استولى مرة ثانية على عرشه، وهذا كذب. فهمنا؟ وإنما استوى يعني استواء يليق بجلاله وعظمته. فهمنا؟ كما قالت أمنا سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سألها أحد الصحابة قال لها الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ربي جلس على عرشه كيفاش جلس؟ ما قالتلوش هي استولى كما فسروها المتأخرين ونسبوا ربي الضعف والعجز. واش قالتلو المرأة الصالحة هذه التي تربت في حجر النبوة وفي مدرسة النبوة؟ قاتلوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهمنا؟ قاتلوا الاستواء معلوم، باين استوى استولى، ما تخلكش في راسك ما يدخلكش في راسك، ما نحاوصوش نتفلسفوا فيها. والإيمان به كيفية ومجهولة ما نجموش نعرفه. استوى ربي سبحانه على الكرسي تاعه العرش تاعه ما ناش عارفين كيف، المهم القرآن قالنا استوى نقولوا استوى، كيفاش ما ناش عارفين وما نتعمقوش فيها لأن عقولنا ضعيفة فلا تدركها. لذلك هذه الصحابية الجليلة قالت له الاستواء معلوم، أي ربي سبحانه استوى على عرشه، الاستواء معروف ما تحوش تتفلسف فيه باين، والكيف كيفاش مجهول حتى واحد ما يعرفه. والإيمان به واجب، واجب علينا نأمنه باللي ربي سبحانه جالس على عرشه ومستوين على عرشه، كيف ما نشعر. ولو كان الإنسان يأول كما أولوا هؤلاء الناس ويقول لك استوى يعني ما هو استوى وإنما استولى، هذا قد يصبح والعياذ بالله ضال، قد يصبح يلحد في أسماء الله وفي صفاته، ويصبح يلحد ويشاقق الله تبارك وتعالى في صفاته فيخشى على دينه. فمن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى أوصف نفسه على أنه مستو على عرشه، فليس لنا نحن دخل ونحن عباده الضعفاء، فليس لنا حول ولا قوة وليس لنا مفر ومهرب إلا أن نقول استوى استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. فمن كيف؟ بينما هو رب العالمين يقول لك أنا استويت على عرشي وأنت تقول لا ما استواش وإنما استولى. هل أنت تعرف ربي حسن ما هو يعرف نفسه؟ لا يعرف الله تبارك وتعالى أحد إلا الله تبارك وتعالى، والذي يعرف نفسه بنفسه، ولا أحد يعرف الله بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش واحد يعرف ربي كما ربي سبحانه ويعرف نفسه المقدسة، واللي يعرفه بعد نفسه المقدسة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ربي سبحانه يا أيها الناس يوم القيامة سترون ربكم، المؤمنين أقول ما هوش الكفار، المؤمنين يشوفوا ربهم يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يجعلنا إن شاء الله كلنا إن شاء الله ممن نرى ربنا إن شاء الله. قال واش رأيكم يوم القيامة تشوفوا ربي ولا ما تشوفوش؟ سكتوا الصحابة. قال واش رأيكم في القمر أنهار البدر لما يكون مدور يوم 14 يا غراكم تشوفوا في القمر؟ ما قاش راح نجيب لكم تجربة من الخارج، كل واحد شاف القمر ليلة 14، انت تشوفه واللي يشوفه واللي في المغرب يشوفه واللي في أمريكا يشوفه واللي هناك في روسيا يشوفه، كل واحد يقرأ يشوف فيه وحدي، صح ولا ما هو صح؟ قال هكذاك يوم القيامة تشوفه ربي، كل واحد يقول أنا راني منفرد به، لا تضامون في رؤيته، يعني بدون ما تتضيروا باش تشوفوه. فمن كيف؟
لان واحد اذا كان جالس انا واحد ضعيف كيما انايا لابد تقربوا باش تشوفوني، واللي يجلس ليها عنده اسمه على كيلومتر ولا على 200 متر ما يشوفنيش، لابد يجي باش يشوفني لان عبد ضعيف كيما انا كيما هو مخلوق. فهمنا كيف؟ اذا لابد نتزيروا باش نشوفوا حاجات تكون مخلوقه. فهمنا كيف؟ ولو جبل ننجو نقربوا لبعضنا بعض باش نشوفوا الجبل هذا. بينما ربي سبحانه قال بدون ما تقربوا لبعضكم بعض، كل واحد يشوفوا باللي هو راه منفرد به وحده. كل واحد من المؤمنين يوم القيامة سيرى ربه كأنه منفرد به وحده. كما تشوف القمر تقول واحد راني نشوف القمر ها فوق دارنا ها هو، والآخر ثاني يقول لك ها فوق راسي راني نشوف فيه، وهي ناس بينهم وبينهم مسافات لا يعلمها إلا الله. هكذاك يوم القيامة سنرى ربنا لا نضام في رؤيته، وإنما كل يراه لمفرده وكل يراه كأنه منفرد به. إذن لماذا يجو يقول لك لا؟ إذا كان يعني الرؤية هذه إذا كان الله يشوفه يوم القيامة، إذن الرؤية لما نحددها إذن يصبح القضية فيها جهة وفيها اتجاه وفيها حيز وفيها ميدان، والميدان والحيز مخلوق، والله تبارك وتعالى لا تصف بالمخلوقات، ويبدأ يتفلسفوا، وفي الآخر الفلسفة هذه تجرهم إلى ما إلى ماذا؟ تجرهم يا إخواني الكرام إلى إنكار شيء معلوم من دين الله بالضرورة، إلى إنكار شيء قطعي بالأدلة القطعية من القرآن والسنة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى، كما فعلت المعتزلة وهي فرقة من الإسلام ظلت في العقيدة، أنكرت الرؤية وقالت الرؤية هذه ما كايناش. فمن كيف ما نشوفوش الناس ما يشوفوش ربي. علاش يا ناس ما يشوفوش ربي؟ قال لك لأن إذا شافوه يسمى شافوه في جهة، وإذا شافوه في جهة يسمى أصبح حاكم غير جهة، وإذا حكم في جهة يسمى يكون ضعيف. وبدأوا يتفلسفوا. فمن كيف؟ وبدأوا يتفلسفوا يا إخواني الكرام، والفلسفة تاعهم اليونانية الفلسفة الإغريقية أودت بهم إلى إنكار شيء معلوم من القرآن بالضرورة ومعلوم من السنة الصحيحة بالضرورة. القرآن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يختقرها. والنظر الأول غير النظر الثاني. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يوم القيامة يعني ناظرة من الجمال، النظرة هي الجمال الخلاب الذي يفتن الإنسان، يعني من كثرة جماله ومن كثرة حسنه يعني يخرج الإنسان قد يخرج عن طوعه لما يشوف حديقة غناء جميلة يبدأ يخزر فيها وهو مبهور وهو منقطع الدهش على أن هذا الشيء كيفاش كان وكيفاش راه كاين، يتعجب. هكذاك يوم القيامة يجوا الناس بعد أن يدخلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة الجنة، تصبح وجوههم جميلة ووجوههم يعني حسنة، ووجوههم من النور ومن الجمال ومن الحسن ما لا يعلمه إلا الله. هذه الوجوه التي تكون ناظرة من الجمال والنظرة والحسن تنظر إلى ربها نظر عين مجردة. فهنا كيف؟ يعني هذا القرآن يقول، ما احناش مش احنا رانا نقوله، يقول ربي يوم القيامة الوجوه تكون ناظرة في الجنة، تكون جميلة حسنة نقية، قد ابيضت من الحسن ومن اعمال الصالحه، قد هشت من نعيم الجنه ومن نعيم رضا الله تبارك وتعالى، فحق لها ان تصبح ناظره وان تصبح جميله وان تصبح حسنه، فالله تبارك وتعالى يجعلها تنظر اليه نظر العين. ربي سبحانه لما يدخلهم الجنة يخليهم يشوفوا ليه. فمن كيف؟ لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يدخل الله تبارك وتعالى أهل الجنة الجنة، الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا من أهلها إن شاء الله، لما يدخل الله تبارك وتعالى أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منه، يدخل كلا الفريقين إلى منزله، كل واحد يدخل مكانه، ينادي ربي ينادي ملك في الجنة يقول يا أهل الجنة إنا لكم عند الله موعدا يريد إني أن ينجزكم،
يا أهل الجنة راه عندكم وعد عند ربي راح يعطيه لكم. ينوضوا أصحاب الجنة يتعجبوا يقولوا أي يا رب، كلمة تعجب، ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يرضى عنا؟ وش بقى حاجة أخرى؟ ياخ بيض وجوهنا، لما سودت الوجوه بيض وجوهنا، والقرآن راه موجود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، النار هذا تكحال بعض الوجوه وتسود بعض الوجوه. ماشي سهل اللي يكحالوا باللي أصحاب أفريقيا واللي يبيضوا باللي الرومان وباللي النصارى، لا. هذه الوجوه تاع الدنيا رايحة، فهمنا كيف؟ البياض والسواد هو بياض الفعال وسواد الفعال. البياض هو اللي عنده خدمته بيضة، والكحولية اللي عنده خدمته كحلة، وإلى كم أسود عمله أبيض من الثلج، وكم أبيض عمله أسود من الفحم. فمن أكيد يوم القيامة لما يتلموا المؤمنين كلهم وجوههم تتهلل وتصبح بيضة، والكفار والمشركون والمنافقون والعياذ بالله تصبح وجوههم سوداء أشد سوادا من القار. فمن أكيد إذن أهل الجنة لما يقول لهم يا أهل الجنة راه عندكم وعد عند ربي راح يعطيه لكم في الجنة، يتعجبوا يقولوا آه فيه وعد غير هذا؟ ياخ دخلنا للجنة، ياخ بيض وجوهنا، ياخ ارضى علينا، واش بقى حاجة أخرى؟ ما عندنا والو، الحمد لله كما نقولوا احنا بيعطانا كل شيء، فهمنا؟ لأن ما بقاش حاجة أخرى، واش بقى؟ واش من الوعد اللي راح يعطينا؟ يقول لك هما لما يقولون هذا الله تبارك وتعالى يكشف عن الحجب، وهي 70 حجابا بينه وبين مخلوقاته، 70 حجاب كما ورد في صحيح البخاري لله تبارك وتعالى على وجهه المقدس 70 حجاب، لو كشف حجابا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري على أن الله تبارك وتعالى بينه وبين المخلوقات 70 حجاب، والحجوب هذه علمها لله، كيف هي؟ علمها عند الله من ناحية الكيفية ومن ناحية العظمة. لو يكشف ربي حجاب واحد 69 يصبحوا 69، يقول لك لو يكشف حجاب واحد كل شيء اللي خلقه يحرقه من نور تاع ربي سبحانه المتزايد. والقرآن رقم تقراوه لما سيدنا موسى واش قال ربي؟ قال ربي أرني أنظر إليك، فهمنا؟ قال يا ربي بعد ما سمعت منك وكلمتني وراني سمعت، زيد أعطيني شوف ليك في الدنيا في جبل سيناء. قال أنا سمعت بوذني ولكن خليني زيد نتأكد مليح ونشوف وجهك الكريم. واش قال ربي سبحانه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لماذا الله تبارك وتعالى علق رؤيته بالجبل؟ لما قال له موسى عليه السلام يا ربي خليني نشوف لك، أنا سمعت كلمتني تكليما بدون حجاب، فهمنا؟ كلمتني وسمعت ولكن بغيت نشوف لك. ليش الله تبارك وتعالى علق الرؤية أنفاها على سيدنا موسى؟ قالوا لن تراني ما تشوفنيش، وقالوا روح للجبل. علاه قالوا روح للجبل؟ لماذا ما قالوا روح لحاجة واحدة أخرى؟ انتبهوا مليح، لماذا قالوا روح للجبل وشوف الجبل؟ قالوا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا ما تشوفنيش لن تراني، ولكن روح للجبل، إلى الجبل جلس في مكانه أتشوفني. نقول لكم علق الله تبارك وتعالى الرؤيا ونفاها عن سيدنا موسى لأنه ضعيف وكلنا ضعفاء إلى الله، وعلقها بما هو أقوى من موسى عليه السلام، وليس هناك أقوى على وجه الأرض مثل الجبال الراسية من حجارة. قالوا يا موسى أنت ضعيف ولكن انظر إلى ما هو أقوى منك وأصلب وأعظم وهو الجبل، انظر إلى كان يستقر مكانه ولا ما يستقرش، روح شوفه.
انت ضعيف ما استطعش توقف امام القوة تاعي، وروح تشوف الجبل وما ادراك كيفاش يدير، روح تشوف الجبل وما ادراك كيفاش يدير لما يشوف العظمة تاع ربي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما رب سيدنا موسى ينظر للجبل الذي علق الله تبارك وتعالى الرؤيا عليه، بدا ينظر في سيدنا موسى ويشوف في الجبل اللي ربي قال له اخزر للجبل، انت راك ضعيف ولا تشوف الجبل اللي قوي، الى يجلس ولا ما يجلس. لما رب سبحانه تجلى لجبل جعله دكا، مجرد ما ينزل النور تاع ربي سبحانه على الجبل، الجبل تكسر كله وتفركت. كي تفركت سيدنا موسى من الخلع عندهش وطاح وسعق، فهمنا كيف؟ واغمي عليه. إذن ربي سبحانه يقول له الجبل وما أدراك وما استطعش يقف أمام عظمة الله تبارك وتعالى، فكيف تقف أنت يا موسى العبد الضعيف أمام رؤية الله تبارك وتعالى؟ والإمام ابن خزيمة أحد كبار العلماء في التوحيد رحمه الله ورحم الله جميع علماء الإسلام، عنده كتاب سماه التوحيد. في الكتاب هذا لما يبحث في المسألة هذه يقول: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر لأصحابه تجلى ربه للجبل، فسر لهم قال لهم النور بتاع ربي ظهر هكذا للجبل، ما ظهرش ربي سبحانه كله ولا النور تاعه كله، ظهر للجبل هكذا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا شوية مثل عين المخيط ظهرت للجبل، الجبل تفركت كله راح، وسيدنا موسى انساق وتغشى وطاح، فهمنا كيف؟ فما بالكم كما قلت لكم في الحديث الصحيح لله تبارك وتعالى 70 حجابا، لو كشف حجابا واحدا عن وجهه المقدس لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه، إليه بصره من خلقه. قال لك ربي سبحانه عنده 70 حجاب على وجهه المقدس، لو ينحي واحد الدنيا كلها تنحرق بما فيها وما عليها وما يبقى فيها حتى واحد، لا جبل ولا بحار ولا أشجار ولا آدم ولا حتى شيء، كله ينحرق. لماذا؟ لأن القوة ربي عظيمة. فمن كيف الآن الإنسان ينظر غير للشمس هذه، إحنا في الصيف شوف كيفاش ديرنا الشمس يا إخواني الكرام، تلحق الدرجة 45 ودرجة 40 130، كيفاش ما يكفينا ماء، ما يكفينا برودة، ما يكفونا مكيفات، ما يكفونا آلات، وبيننا كما قال العلماء ليحسبوا بيننا وبين الشمس ملايين الكيلومترات، ولما داروا يعني آلات كبيرة ورصدوها وجدوها يا إخواني الكرام الحجر يطير منها مثل البراكين ويرجع ليها تغلي. هذه الشمس بارك خلق من خلقها؟ خلقها الله تبارك وتعالى. لو يجمعوا البراكين ديال العالم كلهم ما يجوش في جزء من أجزاء الشمس. البراكين هذه كل تشوفوها في العالم تطردق والنار تطير حوالي 200-300 متر وتولي تمشي أمواج من النار تمشي على وجه الأرض، هذه كلها جزء من الشمس، جزء من الشمس. لو يجمعوا البراكين ديال العالم كلها ويحسبوها مع الشمس تكون جزء من الشمس، ما تكونش هي الشمس. فما بالكم هذه حاجة خلقها ربي سبحانه ضعيفة، أخلقها لكي ييسر بها العالم هذا ويسخرها لهذا الإنسان، فما بالكم بنور الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يعلم قوته ولا يعلم مقداره ولا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الكرام يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا اليوم العظيم الذي اجتمعت فيه المخلوقات كلها، الله تبارك وتعالى ينزل لفصل القضاء. لما يأتي لفصل القضاء يجي مجيء يليق بجلاله وعظمته، فمن كيف يجي ربي سبحانه مجيء يليق بجلاله وبعظمته، لا نؤول ولا نشبه ولا نعطل. هذا هو القول الأسلم في العقيدة باش الإنسان ينجو أمام الله،
لأن الله تبارك وتعالى إذا سألك عن عقيدتك وقلت يا رب لقد اعتقدت فيك وفي صفاتك ما اعتقده رسولك وما اعتقده صحابة رسولك وما اعتقده التابعون لهم وتابع التابعين لهم، الله تبارك وتعالى يكرمك ويدخلك الجنة. فهمنا كيف؟ أما يقول لك لا هذوك الناس كانوا ما يفهموش مليح الثلاثة قرون الأولى هذيك، بينما العشر قرون أو 12 قرن المتأخرة هذو هم الناس اللي فاهمين وراحوا قرأوا الفلسفة وفسروا للمنطقة تاع اليونان وأدخلوا على العقيدة وبدأوا يؤولون ويعطلون ويردون النصوص الثابتة من القرآن ومن السنة، يردونها بمجرد الهوى ويردونها بمجرد العقل، لأن يقول لك العقل ما يدخلش في هذه القضية، هذه ما تدخلش في العقل، كيفاش ربي يجي إذن يجي، كيفاش يقتضي عنده كرعيه إذن يقتضي يتنقل من مكان لمكان، إذن بطلنا ما نقبلوش الآية هذه والنحوة، واش نقوله؟ نقوله جاء أمر ربك، والقضية هذه محذوف فيها المضاف ويصبح القضية كأنها فيها مضاف وهو وجاء أمر ربك. يا إخواني الكرام هذه مصيبة دخلت علينا، لماذا؟ لأنني يعني أحذر الشباب الذين يقرؤون الكتب أن يقرأوا الكتب المعتمدة في العقائد ولا يقرؤون ما هب ودب، لأن المصيبة راهي كبيرة في كثير من الكتب، في كثير من الكتب راهي فيها طامات وفيها ظلمات وفيها حيرة والعياذ بالله. فالإنسان ينوي أن يهتدي، ينوي أن يعرف ربه، فإذا به يضل ضلالا بعيدا ويبعد كثيرا عن منهج السلف الصالح اللي الرسول صلى الله عليه وسلم برعهم، والله تبارك وتعالى كذلك يوم القيامة الفرقة الناجية التي عبدت الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي شرعه على ما عبده رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء الناس هم الذين ينجون يوم القيامة، وغيرهم بين ضال وبين مبتدع وبين زنديق وبين كل، الله تبارك وتعالى أعلم بنيته وطويته. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام النجاة النجاة والفلاح والفلاح في اتباع من سلف. فمن كيف؟ وكل خير كما قال في الجوهرة، قال وكل خير في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. الخير كله في اتباع السلف، والشر كله في اتباع من خالف، الذين خالفوا، لأن حتى في القرآن فخالف من بعدهم خلف، فكيف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعد الناس المؤمنين الصحاح الذين برعهم الله تبارك وتعالى ورسوله جاء من بعدهم خلف ضيعوا الصلاة وضيعوا السنن وضيعوا الأشياء الشرعية الثابتة واتبعوا عقولهم واتبعوا أهواءهم فضلوا وأضلوا. إذن النجاة والفلاح يا إخواني الكرام في اتباع من سلف، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، وشر الأمور في ابتداع من خالف. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه وأن يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا عقائدنا وأن يحيينا على الإيمان ويميتنا على الإيمان والإسلام وأن يحشرنا مع خير الأنام وصحبه الكرام. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.